مساء الخير جميعا. يسعد مساكم. الصوت صورة واضحين. تمام. يوم جلستنا السابعة من مقرر جي ام اي 43 اللي هو رياضيات اقتصادية وإدارية. موضوع جلستنا عن التوابع اللوغاريتمية والأسية وتطبيقاتها في علم الإدارة. من ذكرنا بخطة العمل، نحن عندنا 12 محاضرة خلال الفصل. نحن صرنا بالجلسة السابعة اللي هي التوابع اللوغاريتمية الأسية وتطبيقاتها، بتقابل بالفصل الخامس والسابع المقرر الفصل الخامس. التوابع الأسية واللوغاريتمية وين هي؟ رح نشوف تطبيقاتها في علم الاقتصاد وعلوم الإدارة. إذا رح نعيد بشكل سريع بعض أساسيات التوابع الأسية، التابع اللوغاريتمي، نشوف شو العلاقة بيناتهم، التابع اللوغاريتمي والتابع الأسي، ونشوف بعض التطبيقات اللي هي بشكل أساسي تطبق في على بعض الظواهر النمو الاقتصادي. ورح نشوف توابع إنتاج من نمط كوب دوغلاس، هيك اسمه. التعبير الأسي بنقول الصيغة الأسية هي عدد A قوي N، فمعناتها الـ A مضروب بنفسه المرة، الـ A هو الأساس والـ N هو الأس. هلا ممكن نتعامل نحن معه بعدة أساسيات، M بعدة أشكال عفوا. A قوي ناقص N يعني 1 على A قوي N، فبتكون القوة سلبية معناتها القوة سالبة معناتها 1 على A N، مثل 2 قوي ناقص 2 يعني 1 على 2 قوي 2 اللي هي 1 على 4. ممكن نتعامل معه الاس يكون كسر ام 1 ل ام، يعني هو جذر النوني ل ام او جذر المرتبة ان ل ام. شو بكافئها؟ اي يعني اي قوي ان يساوي للام. اذا ام قوي 1 ل ان هي جذر النوني للام ويساوي عدد اي. شو بكافئ؟ اي قوي ان يساوي للام. مثل 3 9 قوة نص هي جذر التربيعي للتسعة وهي 3. كمان ممكن اذا 1/8 قوة 3 ارباع، يعني ساعات بنشوف هيك اشكال لازم نكون قادرين نتعامل معها. يعني الواحد 1/8 قوة 3 ارباع فينا نكتبها بعدة اشكال. نحن بنستخدمها بالصيغة اللي بتناسبنا. 1/80 قوة ربع وكلها قوة 3، ليش؟ لأنه رفع القوى هو جذاء. 3 ضرب ربع 3 على 4، أو فيني أحط 1/80 للتكعيب كلها قوة ربع. إذا ممكن نكتب بعدة أشكال، ولكن أنا حسب حاجتي أنا بكتبها بالصيغة اللي بتناسبني. إذا هون نفس الشيء، 1/80 قوة 3 على 4 يعني قوة ربع كلها للتكعيب، أو هي قوة للتكعيب قوة ربع. هلا اذا الجذر بشكل عام لما الاس هو شكل كسري ام قوي بي على كي على كيو هي ام قوي بي اس 1 على كيو او ام اس 1 على كيو كلها قوي بي. عندي بعض الخصائص الاساسيه لتنفيذ العمليات الحسابيه على التوابع الاسية او القوى. هلا احيانا بيكون العدد اكثر من الجذر النوني، مثل شو الجذر التربيعي للاربعه؟ هو زائد ناقص 2، اما 2 او ناقص 2. اوكي؟ شو الجذر التربيعي لل 100؟ زائد 10 او ناقص 10. هلا بعض الاعداد ما لها جذر نوني، مثل الجذر التربيعي للناقص 4. ناقص غير 4. ناقص 4 جذر، دائما بناخذ جذر نحن سبق وشفناها، ساعتقول جذر اكس معناتها الاكس هو شو مجموع التعريف اللي ذكره الفصل الماضي؟ لازم الاكس يكون اكبر او يساوي الصفر، لانه موجب. تماما. فالجذر العدد سالب ما له موجود، جذر التربيعي للناقص 4.
هلا تنفيذ عمليات القوى انا بنفذها بالطريقه اللي بتناسبني، مثل ما عملت حسب انا حاجتي واي هو اسهل. ممكن انا اكتبها قوه بي كلها قوه واحده لكيو، او ان قوه واحده لكيو كلها قوه بي. ساعة نقول جذر ام شو معناتها؟ اذا ما ذكرنا شو جذر النوني لام لعدد، الجذر النوني لعدد الاكس هو هيك اللي هو يساوي لاكس قوه واحده لان. طيب اذا انا قلت لكم جذر اكس، فدغري لازم نفهم جذر اكس هو معناتها الجذر التربيعي، واذا حطينا هون اثنين او ما حطينا نفس الشيء، اذا ما حطينا معناتها هون اثنين اللي هي اكس قوه نص. اذا هدول اساسيات بديهيات بس لازم دائما ننوه عليهم، لانه في كثير طلاب بيخربطوا بهالشغلات البسيطه. هلا كيف بدنا نحسب اي قوه واحده ل ان، ولا جذر النوني ل ان، ولا اي قوه ان؟ معظم الالات مزوده بهالوظائف، وانتم بالامتحان مسموح لكم تستخدموا الالات الحاسبه تبع الحاسب، ممنوع تفوتوا الات حاسبه ثانيه، فانتم لازم تتدربوا على استخدام الاله الحاسبه تبع الكمبيوتر اللي انتم عليه. كيف تحسبوه؟ اي قوه ان او الجذر النوني لعدد. هلا نحن بالتطبيقات الاداريه والاقتصاديه، يعني بعلوم الاداره، غالبا ما نحن نتعامل مع الجذور الموجبه، ولكن لازم ننتبه. انا ما في في عندي دائما في عندي جذر ال 100 هو زائد 10 او ناقص 10. غالبا نحن بنهتم بالجذور الموجبه، ولكن حسب طبيعه المساله احيانا ممكن نحن ندرس حالات انه زائد 10 او ناقص 10، نشوف شو الحاله اللي بتناسبنا. بجوز احيانا يمشي حاله الحلين، سبق ونحن شفناها كثير بحل المستليات الفصل الماضي او الجلسات السابقه. اذا هدول اهم الخصائص اللي نحن ممكن نشوفهم بالتوابع الاسيه. اذا اذا ما نلخصهم ففينا نقول ايه لخص السابقين وندعمه ببعض القواعد الاساسيه. ايه قوي ام ضرب ايه قوي ام نفس الاساس ايه، فهي معناتها ايه قوي ان زائد ام. اذا ضرب القوى جمع. قسمة القوى هو طرحها. A قوي N على A قوي M، طبعا نفس الـ A هون وهون. هي A قوي N ناقص M. رفع القوى جداء. A قوي N كلها قوي M، هي A قوي N ضرب M. في عندنا رفع حد كسر لنفس القوة. يعني A على B كلها قوي N، معناتها الـ A قوي N على B قوي N. جذر المرتبة N لعدد لقوة AM، يعني هي A قوة N M على N. يعني مثل ساعة نحن كنا نقول جذر، عفوا جذر من المرتبة 5 ل A مربع، شو هي؟ كيف بدي اكتبها بشكل أسي؟ A قوة 2 على 5، تمام. إذا جذر النوني ل A قوة M هو A قوة M على N، جوا الاس هو ام على البرة، ام على ان، هون 2 على 5. هلا اذا عندي اس ثالث سبق وذكرتها بدايه المحاضره، اي قوي ناقص ان، يعني 1 على اي قوي ان. هذول الاساسيات لازم كلنا نكون نعرفهم، ولكن لابد ان ننوه عليها هون مشان البعض اللي نسيان. بعض الامثله كمان البسيطين، 4 للتكعيب معناتها 4 بنفسه 4 مرات 3 مرات. 3 على 4 للتكعيب، بنرفع 3 للتكعيب بال 4 للتكعيب. 64 قوة نص، يعني الجذر التربيعي ل 64 اللي هو زائد ناقص 8. بشكل عام زائد ناقص 8. 27 قوة 3، يعني الجذر التكعيبي ل 27 اللي هو 3. يعني إذا ضربت 3 بنفسها 3 مرات بيطلع 27. وهون نفس الشيء، ناقص 4 قوة 3 معناتها الناقص قوة فردية بتضل سلبي. وال 4 للتكعيب 64. وهون نفس الشيء. مثل ما انا شايفين بعض الامثله البسيطه. كثير احيانا كمان بنستفيد من القواعد اللي ذكرناها لحتى نبسط الصياغه الرياضيه. يعني اكس قوه 4 ضرب اكس مكعب على اكس قوه 4. اوكي؟ مثل هون. فاول شيء الاكس نفسه الاساس بيجمع القوة 4 زائد 3 على اكس قوه 4، اكس قوه 7 على اكس قوه 4، بعدين بطرحهم اكس قوه 7 ناقص 4 يعني اكس قوه مكعب. اكس قوة 3 يعني اكس مكعب. كمان نفس الشيء بهالحالة هاي، إذا أنا اكس قوة 4 ضرب واي مكعب
وبطلع القوي من المقام برفع البسط فبغير اشارتها، فبصير اكس قوي ناقص 2 هذه، وواي قوي ناقص 2، والاكس قوي 4 والواي مكعب ذنن. فجمعت الاكسات لحال والواي لحال فبيطلع اكس مربع ضرب واي. امور بسيطه ولكن لابد ان ننبه عليها. اكس مربع ضرب واي قوي 1 على 3 كلها للتكعيب، معناتها هاي شو بتجي؟ هي اكس مكعب اكس عفوا مربع للتكعيب صارت اكس قوي 6، واي قوي 1 على 3 للتكعيب 3 ضرب 1 على 3 1، فواي او واي قوي 1. تمام. هلا احدى التطبيقات توابع السي نحن بنستخدمها بعلم الاقتصاد هي توابع من نمط اسمه كوب دوغلاس، هيك اسمها. هلا التوابع كوب دوغلاس هي تهتم بعاملين فقط، يعني عاملين من عوامل الانتاج اللي هن راس المال بنرمز له كي، والعماله ال. حجم الانتاج بيكون تابع لهالعاملين هو كيو، حجم الانتاج او كميه الانتاج هي تاخذ هالشكل هذا، مو شرط 60 ضرب جذر المرتبه الرابعه للكي ضرب جذر ال، لا. اوكي؟ احدى الاشكال هاي، ولكن اللي توابع كوب دوغلاس المقصود فيها انه يكتب حجم الانتاج بدلاله الكي والال كتوابع اسيه. هذا المقصود فيها. ولكن هل هي دائما 60 وهل هي هون هو نص وقوه ربع؟ لا، مو هيك. هذا شكل تطبيق مثال. عندي هالتابع على المعطى، ما حجم الانتاج عند الكي تساوي 25 وال تساوي 50؟ عوضي فقط. يلا اشتغلوا معي لحتى تتعلموا على حسابات. احسبوا حجم الانتاج كيو لما الكي 25 والال 50، فقط نعوض الكي 25 والال 50، لازم يطلع معي جواب كيو شو بيساوي. مين طلع معه جواب؟ يعني هون لازم تتعلموا وتقطعوا الآلة الحاسبة تبع الكمبيوتر عندكم وتشتغلوا. تحسبوا ال 50 قوة نص، يعني شو جزء ال 50؟ إسراء عم تقول لي تقريبا 949 ممكن. تمام. لا سيدرا 94 بس ولا لسه في ضرب 10؟ بدك تشوفي. أوكي. طيب. على الأغلب صحيح لأنه يعني كان 49. طيب شو مقدار الزيادة في حالة مضاعفة رأس المال؟ شو مضاعفة رأس المال؟ يعني الكي صار 2 كي ومضاعفة العمالة اللي ال صار 2 ال. يعني عوضوا محل ال 2 ال ومحل الكي 2 كي، شو بصير في بالإنتاج؟ بصير 100؟ شو يعني قصدك يعني ناس 100؟ بضاعف 100 مرة؟ ولا بصير 100؟ بدي جميع يشاركوا. انا هون الكيو كميه الانتاج من اجل كي وال. هون عامل لكم ضعف الكي، يعني بدال كل كي 2 كي ومحل كل ال 2 ال. شو بصير عندي؟ في دراويين عم بيقولوا بصير 1596. الناس عم تقول بتضاعف. بتضاعف 1596 مره؟ هو ساعتبر لكم شو نسبة الإنتاج، معناتها بدي هون صار في عندي كيو 2 كمية الإنتاج بدي أحسبها من جهة 2 ال 2 كي، والكيو 1 هاي هي. إذا لازم أنسبهم أو شوف علاقة كيو 2 مع كيو 1. خلينا نشوفها سوا. أول شيء من أجل كي 25 ال 50 بيكفي إني أنا أعوض بالمعادلة محل ال ال 25 50 والكي 25 بيطلع 949 تمام مثل ما اعطوني معظمكم من الشباب. طيب اذا ضعفت راس المال والعمال شو بصير بحجم الانتاج؟ يعني الحجم الانتاج راح يصير معي 1556. بصير معي 1556. ليش؟ يعني انا ساعات ضعفته معناتها الكي 25 صار 50 والال 50 صارت 100، حسبته طلع 1595.
هلا الكيو بمضاعفات الانتاج 1595 قبله 949، قديش زاد الانتاج؟ 147. اذا زاد بس لم يتضاعف، يلي جاوبني بيتضاعف، لا ما بيتضاعف، زاد، ولكن ما هو 2 ضرب ال 1949؟ زاد تماما، زاد بمقدار 68%، اللي هي من اين اجت 68%؟ اللي هي 647 على 947، قد ايه مقدار الزياده على القيمه الاوليه؟ اذا زاد بمقدار الفرق، قد ايه كنسبه؟ هي مقدار الفرق على القيمه الاوليه 947، فبيطلع 68%. هلا نحن هذا اذا عوضنا كتطبيق عربي، هلا نحن اذا اخذنا بشكل عام حطيت محل كي بالاصليه، كل كي حطيت لها 2 كي ومحل كل ال 2 ال، طلع 2 قوه ربع و2 قوه نص من هون، وخلي 60 هالحد هذا، الحد هذا اذا انا بكتب كيو هاي 2 للاولى اللي صار فيها 2 كي و2 ال، اذا فكيتهم بيطلع ها هي الكيو واحد اللي انا معي اللي هي هون ضرب 2 قوه ربع و2 قوه نص، فاثنين قوة ثلاثة ارباع. هلا اثنين قوة ثلاثة ارباع إذا حسبناها تطلع 1.68. شو يعني 1.68؟ مو نفس الجواب، بس أنا هون كتبت كيو 2 تساوي 1.68 كيو 1. يعني كيو 2 هي 1.68 كيو 1. إذا زاد 68% اللي هو هاي. واضحة القصة؟ إذا أنا سواء طبقت كقيم ولا ما طبقت بيطلع معي نفس الجواب. فقط عوضت محل الكي 2 كي والال 2 ال، فهون تعلمت هون التوابع الأسية، تعلمت تشيل 2 قوة ربع و2 قوة نص. اللي هي 2 3 أرباع، قوة 3 أرباع. فجينا حسبناها طلع 1.68، فأنا كتبت كيو 2 1.68 كيو 1، إذا زاد بمقدار 68% هذا المحلول، ولم يتضاعف، يعني ما طلع معي 2 مثل ما البعض قال لي بيتضاعف، خطأ. طلع 1.68 يعني زاد 68%. في حدا عنده سؤال؟ لا. طيب هون كنا طالبين كنا طالبين هون الطلب الثالث رسوم الخط البياني بيتابع راس المال كي بدرجه حجم ال لاجل كميات كيو 949 وكيو 1596 وكيو 1300، نرسم كي بدلاله ال. طيب اذا رسمنا هون كي راس المال بدلاله ال، هون المحور الشافولي والافقي لاجل كل قيمه لكيو، بيطلع من الشكل هذا. من وين جبت انا؟ الشكل العام هذا هو، انا عامل لكم الكيو معطاه. اوكي، شو ضل المجاهيل؟ كي وال مثل اكس وواي، عندي مجهولين، واحد بدلاله الثاني، فانا هون رسمت كي، فشو المطلوب معناتها؟ رسموا كي كتابع تابع معين بدلاله ال، هيك معناتها ترسم تابع كي بدلاله حجم العمالي ال، كي كتابع لال، كيو معلومه كل عند كل قيمه، فاذا كي تابع لال، هيك معناتها. إذا جينا نحن رسمناه هون بيطلع عندي ثلاث منحنيات، كل واحد عند حسب حد من الإنتاج بتكون علاقة كي لإل، وبنشوف إن هن تقريبا فينا نقول هالتوابع أو الخطوط البيانية متوازية، تاخذ هالشكل هذا. طيب الطلب الرابع، عمم النتيجة على تابع من الشكل كي كيو عفوا يساوي A قوة K قوة ألفا ضرب L قوة بيتا، هذا هو تابع كوب دوغلاس، يكتب بالشكل العام هذا هو كيو يكتب ثابت معين ضرب K قوة ألفا ضرب L قوة بيتا. هون عم يقولوا لنا انه من اجل
عمم النتيجة من الشكل، ليش المعدل التغير لندا في رأس المال والعمالة، يعني محل كل كي بنحط لندا كي، ومحل كل ال بنحط لندا ال، شو بيصير إذا هذا الكي؟ عندي الكي بشكل عام هذا، هلا إذا صار في عندي معدل تغير لندا بغض النظر إذا زاد ولا نقص، أوكي، محل كل كي لندا كي ومحل كل ال لندا ال، شو بيصير؟ هذا هو. كيو هو اي، بتصير اي كي قوي الفا ضرب لندا ال قوي بيتا. طيب طلع اللندا الفا ولندا بيتا لحال، وبخلي هالحد لحال. هالحد لحال لانه هذا هو الكيو واحد. فبصير لندا هو الفا زائد بيتا ضرب هالحد. معناتها بصير في عندي تغير بحجم الانتاج مضروب بمعامل قوي لندا قوة الفا زائد بيتا. اذا حسب اذا شو معامل تغير الفا لندا قوة الفا زائد بيتا هذه. فنحن اذا تتذكروا نحن بالاول اول ضربنا باثنين، اللندا كانت عندي اثنين، والالفا هي ربع والبيتا هي نص اللي طلع معنا، فطلعت قوي قوة 3 على 4. خليني ارجع اذكركم فيها. هون الالفا هي ربع والبتا هي نص. اوكي. اللندا هي هون المعدل التغير، انا قلت لكم معدل التغير ضعفت، فمعناتها اللندا 2. فبالحسابات تطلع لندا قوة 3 على 4، منين طلعت هي لندا قوة 3 على 4؟ هذه هي. لندا قوة الفا ضرب لندا قوة بيتا، يعني لندا قوة الفا زائد بيتا اللي هي هذه، اللي هي 2 قوة 3 على 4 اللي هي لندا قوة الفا زائد بيتا. لندا هي 2 معدل تغير الضعفة، الفا هي الربع والبيتا هي النص. فهذا هو الشكل العام التابع قوب دوغلاس. هذا المحميات البيانية وهذا الشكل العام تابع كوب دوغلاس. طيب هلا الالفا زائد بيتا يا جماعه بنسميها نحن هي تسمى درجه التجانس. الفا زائد بيتا هون اذا هاي الكيو الجديده هي لندا قوه الفا زائد بيتا بالكيو القديمه. فاذا بدي اكتب انا كيو 2 حجم الانتاج بعد التغير هو عباره عن لندا قوه الفا زائد بيتا ضرب كيو واحد. بيقول حجم الانتاج بعد التغير هو حجم الانتاج قبل التغير ضرب لندا قوة الفا بيتا. لندا هو معامل التغير ب ال وكي العمالي وموارد المؤسسي، والفا بيتا هي القوة اللي شفناها. هلا الفا زائد بيتا هالقوة تبع لندا اللي طلعت معناتها اسمها درجة تجانس. بنميز ست حالات هون. هلا اذا اول حاله اذا مجموع الفا زائد بيتا يساوي الواحد، اوكي، فهذا تابع الانتاج يظهر ثبات سلمي، يعني كيو 2 يساوي لندا كيو 1. شايفين؟ عفوا هون كيو 2 هي لندا كيو 1. ليش؟ لان القوه تبع الفا زائد بيتا 1. فصار اذا في عندي كميه الانتاج بعد التعديل كيو 2 تتغير بشكل خطي مع كمية الإنتاج قبل التغيير كيو واحد، في معدل خطي هو لندا. أوكي؟ الحالة الثانية إذا كان ألفا زائد بيتا أصغر من الواحد. إذا أصغر من الواحد هون يظهر تناقص سلمي، هون ثبات سلمي. هون تناقص سلمي. أي كيو 2 أصغر من لندا كيو واحد. فكمية الإنتاج بعد التعديل كيو 2 بتكون أصغر أو أقل من كمية الإنتاج قبل التعديل كيو 1. هون إذا الحالة الثالثة كانت ألفا زائد بيتا أكبر من واحد، فبيكون عندي تزايد سلمي. يعني كيو 2 هي لندا ب كيو واحد. وهون بيكون في عندي كمية الانتاج بعد التعديل اكبر
بمقدار لندا. فإذا لندا هي حسب قيمة لندا بيكون كيو 2. هدول هن بنميزهم. فبيهمني أنا ألفا زائد بيتا درجة التجانس تبع تابع كوب دوبلر. حدا عنده سؤال لحد الآن؟ أي سؤال؟ بنمر هلا على التوابع اللوغاريتمي. التابع اللوغاريتمي هو التابع العكسي تبع التابع الأسي، بمعنى ام يساوي اي قوة ان. فشو يعني فيني اعبرها بتابع هذا تابع أسي؟ فينا نعملها تعبير بتابع اللوغاريتمي. يعني اللوغاريتم الام للاساس اي يساوي ان، هذه هي العلاقة العكسية. فيني انا اذا عندي لوغاريتم ام للاساس اي يساوي لان، فيني اكتب انا بحولها لشكل اسي ام يساوي اي قوة ان. فهذا لوغاريتم ام للاساس اي يساوي ان. طبعا نحن ساعة الاساس عندنا التوابع اللوغاريتمية دائما عندنا شرط على الاساس، انه اول شيء لازم موجب ولا يساوي الواحد. هاي شرط توابع تعريف التوابع اللوغاريتمية. بعض الامثله البسيطه لحتى نقول انه كيف نحن عم ننتقل من هون لهون. خذ اللوغاريتم ال 16 للاساس 4، اذا انا التوابع فيني اخذها لاي اساس ايه. شايفين؟ ما حدا يحصل حاله بالتوابع اللوغاريتمية من البري الطبيعي اي او اللوغاريتم الاساس 20. هلا نحن عموما ساعه نكتب لوج ما بنحط شيء، المقصود فيه اللوج للاساس 10. ساعه نحط ال ان معناتها اللوج للاساس العدد من البري اي. وفي يحط لوج لاي اساس مثل هون لوج 16 للاساس 4 او 2. ليش؟ لانه 4 قس 2 يساوي 16 مثل هون. اي قوي ان يساوي ال ان، احفظوا هذا المرجع. A قوة N يساوي الـN. فالأربعة قوة 2 يساوي 16. لا يا محمد، مو بين الصفر والواحد. عم أقول موجب لا يساوي الواحد. الـ A ممكن 2، لك حطيتها 4 هون. لوغاريتم الأساس عدد نبري إيه اللي هو 2.7. فمانو بين الصفر والواحد يا محمد. تمام. لوغاريتم 100 الأساس 10 N شو هو؟ معناتها بكافي انه 10 قوة ان يساوي 100. 10 قوة ان يساوي 100 هي 10 قوة 2، فالان يساوي 2. لوغاريتم الخمس واحد على 5 الاساس 5 يساوي ان. شو هي ان؟ معناتها 5 قوة ان يساوي 1 على 5. طيب 1 على 5 يعني هي 5 قوة ناقص 1، معناتها الان تساوي ناقص 1. شايفين التمارين البسيطة؟ لازم نعرفهم ونكون مرنين جدا فيهم. اشق هو ان يساوي الواحد. اي عدد يساوي الواحد، اي عدد وقوة صفر يساوي الواحد. فهون ان صفر. ليش؟ انا اذا حولت تابع لوغاريتمي صار لوغاريتم الواحد للاساس 10 يساوي ان. لوغاريتم الواحد دائما هو صفر، فالان صفر. نفس الشيء بالنسبه للبقيه. عندي بعض القواعد الاساسيه لازم كلنا نعرفهم. لوغاريتم جذع الزين هو لوغاريتم الاول زائد لوغاريتم الثاني طبعا لاساس معين. لوغاريتم القسمي هو لوغاريتم الاول ناقص لوغاريتم اللوغاريتم البسيط ناقص لوغاريتم المقام. لوغاريتم اكس قوة ان هو ان ضرب لوغاريتم الاكس. في مايك مفتوح، مين عم يشوش عليكم؟ معمر مش الحال هلا؟ تمام. طيب اذا هذول قواعد اساسيه على اللوغاريتمات. لوغاريتم اكس ضرب واي على زد لاساس بي نكتبه لوغاريتم البسط اكس ضرب واي. لوغاريتم الجدار يعني لوغاريتم اكس زائد لوغاريتم الواي ناقص لوغاريتم الزد. هدول اجتماع هالملاحظات بهالمثال. لوغاريتم البسط ناقص لوغاريتم المقام. طيب
لوجاريتم البسط هو جي ده، فلوجاريتم الاول زائد لوجاريتم الثاني. كمان نفس الشيء في عندي هالتبسيط هالصيغه، 3 لوجاريتم اكس ناقص 2 لوجاريتم الزد، شلون تكتب؟ 3 لوجاريتم اكس هي لوجاريتم اكس مكعب ناقص لوجاريتم واي مكعب مربع، 2 فيني طلع للقص من هالخاصيه هاي. هلا فرق معناتها صار في عندي قسمي لوجاريتم، طبعا عملت لها انا نفس الاساس بي، لوجاريتم الاساس نفسه بي، لوجاريتم اكس مكعب على واي مربع. فاذا هالشكل هذا بيطلع تبسيطه بهالطريقه هاي. العدد المقداري اي، كلياتنا بنعرف انه سبق وشفنا المتتاليات، كانت عندي متتالي هي 1 زائد 1 على ان هو ان، هاي لما الان تسعى للنهايه كنا نقول هو مبرهنه نظريه يعني يسعى للعدد المقداري اي. ليش؟ لانه اذا عملنا جدول واخذنا عند كل قيمه لان شو عم تروح لوين قيمه اليو ان؟ ان واحد حطوا ان واحد بيطلع عندي 2، الان 10 بيطلع معي 2.59 وهكذا. شايفين 2.718 شبه ثابت، فكل ما ان عم تكبر عم يثبت الرقم، فان تسعى للنهايه عم يثبت عند هالرقم هذا اللي هو عدد مقداري اي. وهون اجت نهايه المستهلك كنا نقول هو عدد مقداري اي. مثل ما قلنا اللوغاريتم من الاساس اي هو ال ان، اذا اللوغاريتم العدد اكس للاساس اي اللي هو عدد مقداري نسميه ال ان، اللوغاريتم الطبيعي او اللوغاريتم النبري. لوغاريتم النبري العدد نفسه هو واحد، لوغاريتم الواحد صفر. عندنا مجموعه من خصائص اللوغاريتمات الشهيره، لوغاريتم الاساس عدد للاساس لما بيكون لوغاريتم عدد للاساس اللي هو نفسه لوغاريتم اي للاساس اي هو دائما واحد، لوغاريتم الواحد بالنسبه لاي اساس هي صفر. هلا لوغاريتم الصفر هي ناقص لنهايه اذا كانت الاي موجبه، إذا الأساس موجب. إذا كانت الأساس هو دائما موجب، إذا كانت عفوا أكبر تماما من الواحد، إذا كان الأساس أكبر من الواحد فبيكون لوغاريتم الصفر زائد لنهاية. إذا دائما هو لوغاريتم الصفر زائد لنهاية أو ناقص لنهاية. هون ما فينا نكتب، هي نقول فينا نقول نهايته. نهايته. لوغاريتم الجذر النوني لإكس للأساس إيه هو واحد على ان لوغاريتم اكس. ليش؟ لانه لوغاريتم الجذر النوعي لاكس هو اكس هو واحد على ان، فنزلت الواحد لان لهون ضل لوغاريتم الاكس، وهكذا نفس العمليات الثانيه. هلا كيف فيني انتقل من لوغاريتم، نقطه كثير مهمه، من لوغاريتم 10 لوج اذا ما حطيت له اساس فهو مثل ما قلت لكم، اللوج اذا ما حطيت له اساس فهو مقصود فيه لجر الاساس 10. الان لوغاريتم للاساس نبري اي. هلا كيف فيني انتقل لوغاريتم اكس ل ان؟ هي لوغاريتم الاكس هي لوغاريتم النبري لاكس على لوغاريتم النبري ل 10. ونفس الشيء فيني انا اكتب لوغاريتم النبري لعدد هو لوغاريتم العشري للاكس على لوغاريتم العشري للاي عدد النبري. خلينا ناخذ تطبيق عن التوابع اللوغاريتمية. عندنا شركة ما فيها مقسم هاتف، فعم يقولوا لنا التواتر الاتصالات تجي لهالمقسم لهالشركة تتبع الشكل التالي، واي يساوي 200 لوج 15 زائد 20 ان على 10. واي هو عدد الاتصالات وان رقم الشهر، يعني شو معناتها؟ انه عدد الاتصالات عم تتبع الشهر، بالشهر الاول بالثاني، اذا كل شهر عم تغير عدد الاتصالات اللي بتجيها لهالشركه. اذا عندنا هالجدول البسيط، بالشهر الاول عندي 309 اتصالات، بالشهر الثاني 348، بالشهر الثالث 375، اذا عم يزيد. هلا اذا انا اخذت رسمت التابع هون، تابع عدد الاتصالات الشهريه 200 لوغاريتم 15 زائد 25 ان للاساس 10، بيطلع بهالشكل هيك. عم نرسم هون رقم الشهر 1 2 3، وهون محور الفروقات الشهريه. منين بجيب فروقات شهريه؟ كل شهر ناقص اللي قبله، قد ايه زاد عن اللي قبله. فبالشهر الاول هون فاضي لاني ما بعرف شو اللي قبله، انا هون نقطه البدايه دائما بكون فاضي. بالشهر الثاني قد ايه جاني اتصالات زياده من 2 لل1 39، بين 3 و2 هي 27 اذا طرحته. فهي واي ان ناقص واي ان ناقص 1. هلا اذا رسمت هالفرق الشهري بدلاله محور اللي هو بيمثل الشهر بيطلع معي هالشكل هذا.
تابع طلع تهوي متزايد، متزايد من شكله متزايد. اما تابع الفروق الشهريه، تابع الفروق الشهريه عم يشوف انه هي من نقطه ما ممكن عم تنقص. فاذا خط البياني بيقول لي عدد الاتصالات عم تتناقص، عم تزداد بشكل كبير مع عدد الاشهر، اما الفروقات الشهريه بتنقص. اذا هو هذا العبره من هالتطبيق بس لحتى نعرف انه كيف شكل التوابع اللوغاريتميه وين تطبيقاتها احيانا. هذا سواء العلاقه بين توابع اللوغاريتميه والاكسيه سبق وحكيناها، انه عندي واحد صوره الثاني اللي بسموه توابع عكسيه. عندي اذا عندي تابعين واي واحد هو 2 قوي اكس والواي 2 هو 2 قوي ناقص اكس. فاذا رسمناها 2 قوي اكس بيطلع معي بهالشكل هذا متزايد. تابع اسي 2 قوي ناقص اكس بيطلع نهائي بهالشكل هذا. ليش هون؟ لما الاكس سالبه القوة عم تكون موجبة، فعم تكون واي عالية. ولما الاكس عم تروح نقول بالموجب الزائد النهائي هذا بيصعد الصفر عكس. اذا القوة موجبة يكون هالشكل متصاعد متزايد، واذا القوة سالبة 2 قوة ناقص اكس بياخذ هالشكل هذا. هلا الصيغة 2 هي اكس هي بتكافئ. إذا أخذتوا توابع لوغاريتمية، لوغاريتم الواي واحد اللي هي 2 اكس هي بتكافئ اكس لوغاريتم 2، ما هي؟ خذ لوغاريتم 2 قوة اكس، اكس لوغاريتم 2. فإذا لوغاريتم 2 هو عدد سالب فبيطلع هو خطي. هون بيطلع كمان خطي ولكن ميله، يعني إذا أخذت على المحور اللوغاريتمي أنا هاد بيطلع هالشكل، هاي هيك شكله. ميله موجب. ميله لوغاريتم 2. وهون ميله ناقص لوغاريتم 2 فبيطلع هيك. هذا بين واي 1 واي 2. هذا اذا مثلته على محور لوغاريتم. وهن اثنين متناظرين تماما بالنسبه للمحور الشاكوش. طيب خلينا ناخذ هلا مثال عملي. عم نقول نحن في عندنا مركز الاحصاء قلنا عم يدرس انه شو نسبة العائلات اللي بتملك شاشات ال سي دي. اوكي. فقال هو قدر المكتب الاحصائي انه المطلوب هو يتبع المعادلة هاي واي يساوي 100 ضرب 1 ناقص اي قوة ناقص 0.1 اي. شو الواي؟ هي النسبة المئوية للعائلات اللي عندها شاشات ال سي دي. وان هو عدد سنوات. يعني كل سنة بيقول لي قد ايه النسبة المئوية للعائلات اللي عندها شاشات. ان واحد معناتها بعد سنة، ان اثنين، ان 10، ان 100، بعد 100 سنة قد ايه بيكون عندي النسبة المئوية للعائلات. طبعا هذا معطى. هن قدروا لي اياه احصائي. هلا خلال سنوات الثلاث الأولى. يعني ان واحد شو كانت؟ معوض ان واحد وبنحسبها. طلع 9.5%. ان 2 18%، 25%، اذا عم يزداد عدد العائلات اللي عندها شاشات، كل سنه عم يزداد، وشو منطقي. طيب، يصل السوق الى حاله الاشباع القصوى، شو يعني حاله الاشباع؟ معناتها كل العائلات صار عندي انا عندها شاشات. شبع السوق، اشباع السوق يعني ما عاد حدا بده شاشه. هيك معناتها. الواي 100، طيب، اذا الواي 100 شو هي ان؟ يعني بعد كم سنه يصير عندي اشباع؟ كان بعد كم سنه بصير عندي فيه اشباع؟ يعني كل العائلة صار عندها، معناتها انا حطيت بالسوق او ما حطيت ما عاد حدا يطلبها. بدنا نحسبها، ماجد عم تقول لي 30، بدنا نشوف اذا هي 30 ولا لا. شو رح تحسب فيها دغري يا ماجد 30؟ كيف حسبناها يا ماجد 30 دغري؟ قرأتيها بس على 30، أيوة بسيطة. هلا نحن وقت إذا النسبة المئوية للعائلات يتبع لكل سنة، هيك قالوا لنا المكتب الإحصائي، إن واحد طلع معنا
9% من العائلات ان 2 ان 30، اما اللي قامت بتصير اشباع 100%، يعني كل عائلاتنا رح تبقى. طيب نعوض محل الواي 100 يساوي 100 بواحد ناقص اي قوة ناقص 0.1 ضرب ان، هذه هي. طيب هلا نحن بدنا نحسب ان، طيب ما هاي 100 وهاي 100 معناتها هذا شو؟ معناتها هذا صار صفر. 100 يساوي 100 بواحد ناقص اي قوة ناقص 0.1 ان، معناتها هذا صار صفر. اي قوة عدد يساوي الصفر شو معناتها؟ نكتبه بشكل سالب، بشكل ضبط مقام، لانه الاس سالب. يعني واحد على اي قوة 0.1 ان يساوي الصفر، فمعناتها المقام صار لا نهائي. قامت المقام لا نهائي معناتها ان صار لا نهائي. معناتها بعد ان لا نهائي من السنين حتى يصير في اشباع بالسوق. معناتها ما فيني انا وصل لحالة اشباع بالسوق، هيك معناتها. عم اقول لما بعد ملايين السنين حتى اوصل لاشباع بالسوق، معناتها انا ما في عندي اشباع بالسوق. فلذلك نحن عم يقولوا لي امتى بصير في اشباع بالسوق؟ لما ان تساوي لا نهائي، معناتها اقتصاديا ما راح يكون في عندي اشباع في السوق. هلا لذلك نحن لحتى نستفيد من هالتطبيقات نقول طيب امتى حتى نقول بصير تقريبا 100%، ما له 100%، يعني ما صار اشباع، نقول صار 95%. امتى توصل للاشباع 95%؟ فيني اقول امتى توصل للاشباع عندي 98%. اوكي فيني احسب وقتها. فاذا نحن عم نقول لا احسبوا من اجل حاله اشباع 95%، يعني 95% من العائلات صارت عندها شاشات بعد كم سنة. بنعوض هون الواي 95 يساوي 100 بواحد ناقص اي قوة ناقص 0.1 ان، فبتحقق بعد 20 او 30 سنة. ساعتها بنقول ممكن يكون مشبع تقريبا السوق اللي هي يعني ساعة مشبع، معناتها صرنا 95% او 98% او 99% هو من العائلات عندها شجر. فهالشيء بيكون عندي بعد 30 سنة، مثل ما قريت في كتب مجيدة او ار 30 سنة، بس ما انا عرفاني شو صاير هون دغري ار 30 سنة. جوابك كان خطا طبعا، لانه نحن عم نقول انا بصير اشباع هي ار بعد 30 سنة. لا مو يا مجد، مو بعد 30 سنة مو صار اشباع، انا صار اشباع بعد ان لا نهائي من السنين، يعني ما راح يصير اشباع بحياته بعدين الا تقريبا صار في اشباع، معناتها 95% او 99% او اللي بدكم اياها. نحن حسبنا على 95% فطلع ان تساوي 30. هاي تطبيقات توابع الاسير الجرمي بالعلوم، بعض علوم هذا. عن سؤال هلا، اذا كان عندي تابع النمو الاقتصادي بشكل بسيط، كمان مكتب الاحصاء اعطانا انه كيف عم يتطور الناتج المحلي الاجمالي الجي دي بي وفق هالمعادله هاي اللي هي واي 20 ضرب اي قوه 0.05 اكس. هلا اكس او ان هو رقم السنه، والواي هو الناتج المحلي الاجمالي مقدر بملايين او مليارات ليره سعوديه، ما بيهمنا. نحن عندنا هالمعادله تاخذ الشكل الاسري. ما هو أول رقم مسجل لدى المكتب للناتج المحلي الإجمالي؟ يعني أول آمد أول رقم مسجل باللحظة رقم السنة شو بيكون؟ صفر. هلا عوضوا إكس صفر، إيه قوة الإكس صفر فبيطلع واحد، فبيطلع واي يساوي 20. متى يصل الناتج المحلي إلى 40 مليار ليرة سورية؟ معناتها امتى الواي يساوي 40؟ ما نحسب اكس، تفضل احسبوها. هاي تطبيقاتها احصائيا بيطلع معنا هالمعادله، وبعدين نجري نصير نحمل حساباتنا لحتى نتوقع انه نحن امتى يوصل الناتج المحلي الاجمالي الى بعد كم سنه او بسنه معينه قد ايه بيكون الناتج المحلي الإجمالي. إذا في عندي متغيرين واي واكس بدي أعرف واحد حتى أحسب الثاني.
احسبهم. ده اول رقم مسجل لما الاكس صفر، فبيطلع الواي يساوي 20. طيب متى يصل الناتج المحلي لل 40؟ تفضلوا، شو الاكس يعني؟ شو الاكس يعني شو رقم السنين؟ عم تقول في دراسة هي 14، بنشوفها. أول شيء أول رقم مسجل للمكتب لما الإكس صفر، بنعوض واي يساوي صفر، بيطلع معي 20 مليار ليرة سوري. طيب قامت توصل لل 40، بنعوض واي 40، ف40 يساوي 20 ضرب اي قوة 0.05 اكس. فالاي قوة 0.05 اكس يساوي 2. هون بنجي نشتغل باللوغاريتمات. فاللوغاريتم هالطرف يساوي لوغاريتم هالطرف. نستفيد بخواص لوغاريتم. اللي هو 0.05 اكس ضرب لوغاريتم الاي يساوي لوغاريتم النبري للاثنين. هلا ليش اخذت لوغاريتم النبري؟ فيني ما اخذ لوغاريتم النبري، بس انا احسن لي اخذ لوغاريتم النبري لانه هو الاساس معطي لوغاريتم النبري اي. يعني هلا هون لوغاريتم النبري للاي واحد. لوغاريتم النبري للاي واحد. بحسب اللوغاريتم النبري للاثنين على الاله الحاسبه بيطلع 0.693. فالاكس شو هي؟ الاكس هي لوغاريتم النبري للاثنين على 0.05 ضرب بس لانه هذا واحد، فبيطلع معي 13، معناتها بعد 14 سنه. وسيدرا قالتنا بعد 14 سنه. هيك حسبتيها يا سيدرا ولا كمان قريتيها مثل رفيقتي؟ إذا معي الإكس بحسب الواي أو معي الواي بدي أحسب الإكس. فهون بنستفاد من العلاقات بين الدوابع اللوغاريتمية الرئيسية، ويكون عندي هالقواعد الأساسية اللي نحن شفناها بنعرف نستخدمها. طيب، هنيجي الطلب الثالث. شو هي قيمة الإنتاج المحلي بعد فترة طويلة جدا من الزمن؟ شو يعني فترة طويلة جدا؟ لما بعد إن سنة تسعى للنهاية. يعني ندرس نهايتها التابع لما الإكس تسعى إلى قيمة كبيرة جدا، يعني أو إلى اللانهاية. هلا لما هاي تسعى للنهاية، وين صارت تسعى للنهاية؟ هذا التابع. إذا رسمناه بيطلع شكله هيك، تابع أسي متزايد، توابع أسي متزايدة، فالنمو كمان بيكون نمو اقتصادي متزايد. هلا شو نهايتها لما الإكس تسعى للنهاية؟ إي قوة لا نهاية، لا نهاية فبيطلع لا نهاية. الناتج المحلي كمان بعد ان سنه، يعني ما بنعرف بعد ملايين السنين، بيكون لا نهائي. فنحن كمان ما له كثير معنى، نحن اللي بيهمنا انه نحن معناتها عم يزداد الناتج المحلي مع التزايد مع تقدم الزمن. كل ما زادت السنوات عم يزداد الناتج المحلي، فبيدفع التابع الاسي، معناتها في ازدياد تدريجي. هذا اللي نحن فينا نستنتج. هلا هو عم يقول لنا احسبوا معدل النمو السنوي، اي كل سنه معدل النمو، معناتها كل سنه بالنسبه للي قبلها. شو بنلاحظ؟ هلا اذا جينا حسبنا الناتج بالسنه صفر قلنا 20، بالسنه واحد بنعوض اكس واحد بنحسب الواي 21. معدل التزايد شلون بنحسبه؟ تي هو الدخل الناتج المحلي بالسنه اكس زائد واحد ناقص اللي قبلها على دخلها بالسنه اللي قبلها، يعني واي بالسنه 10 ناقص واي بالسنه 9 على واي 9. يعني هون هي 21 ناقص 20 على 20 بيطلع هون. يعني هون هي ال 22 ناقص 21 على 21 بيطلع هون، وهكذا. اذا شفنا معدل التزايد، جربنا لقيمه 2 3، بنلاحظوا انه معدل التزايد هو ثابت.
وفق المعادلات اللي معطيه. فإذا متابع النمو الاقتصادي من الشكل البسيط الأسري، أوكي، تأكيد الزيادة السنوية ثابتة. إذا هو عم يطلع بشكل أسري، ولكن إذا أخذناه كل سنة سنتها دائما بيكون ثابت؟ لا مو شرط، حسب. حسب شكل التابع. هون شكل التابع قال لي اطلع معي بهالشكل هذا ثابت، تمام. فاذا الطلب الخامس كمان مهم، كيف نحسب معدل النمو السنوي؟ كل سنه بالسنه السابقه، كل سنه بالسنه السابقه، في يعني الواي بالسنه اكس زائد واحد ناقص الواي بالاكس على واي اكس. إذا حسبنا عدد قيم نلاحظ أنه هو ثابت. طيب هلا ناخذ نوع آخر من التطبيقات، كمان عن النمو الاقتصادي، لأنه هي تطبيقات اللوغاريتمات والتوابع الأسرية بالنمو الاقتصادي. عم يتطور الدخل القومي بشكل مستمر بين لحظتين صفر وتي وفق التابع التالي، جي تي هي جي صفر ضرب اي قوة ار تي. إذا هذا الدخل القومي باللحظة T يساوي الدخل القومي باللحظة صفر ضرب E عدد نبري قوي RT. الـ R هو معدل النمو خلال فترة زمنية T، و T رقم الفترة، ممكن تكون سنة ممكن تكون شهر. طيب، واحد، نحدد صيغة حساب معدل النمو خلال فترة T. أوكي، معدل النمو، يعني بدنا نحسب R. ناخذ لوغاريتمات هالطرفين، وهون واضح انه لازم ناخذ لوغاريتم من الفريق لين، لانه هون في عندي 100 فريق، يكون عندي 10 احسن لي اخذ لوج لاساس 10. لوغاريتم يساوي لوغاريتم، نستفيد من الخصائص، فبيطلع معي بالاخر انه ار هو بهالشكل هذا، 1 على تي ضرب لوغاريتم من الفريق لجي تي على جي صفر. اوكي، فإذا هي تي سنة أو شهر أو ربعية أو أسبوعية أو يومية بيمشي الحظ، هذا بيعدل شو معدل النمو. بمعرفة الدخل القومي باللحظة تي والدخل القومي باللحظة صفر ومعدل رقم الفترة، عفوا شهر سنة أي شيء. فبدي رقم الفترة وشو الدخل القومي بهالفترة، بيطلع معي معدل النمو. وكثير من هالمعادلات هي مطبقة بحياتنا اليومية، سواء بالاقتصاد والتجارة. هلا شو معدل النمو السنوي او الشهري؟ اذا كان جي صفر هو الدخل القومي باللحظة بداية السنة 15، يعني جي صفر 15 مليار، نهاية السنة جي 20 مليار. اذا النمو الشهري السنوي والشهري. اول شيء من اجل السنوي معناتها انا تي هي واحد سنة، الار هي شو طلعت معي؟ لوغاريتم ال 20 ناقص لوغاريتم ال 15 على واحد. منين اجت هاي؟ من هون، ما اخترعت شيء انا، واحد على تي الفرق او لوغاريتم النسبي مثل ما بدكم، لوغاريتم النمبر اللي جي تي ناقص لوغاريتم النمبر اللي جي صفر على تي. هاي لوغاريتم ال 20 ناقص 15 على واحد تي لانه هي واحد، فطلعت 22%. هذا معدل النمو السنوي. إذا بدي معدل النمو الشهري، فالتي هي 12 شهر. فلوغاريتم 20 ناقص لوغاريتم 15 على 12 اللي هي بتطلع 2.4%. هلا كمان فيني احسبهم دغري، إذا حسبت السنوي كيف بحسب الشهري؟ بقسم هذا على 12 فورا بيطلع معي. هذه هي جلستنا اليوم عن توابع اللوغاريتمية والأسرية. في أي سؤال، أي ملاحظة، أي استفسار، في شيء وراء ما عرفته سواء بالتمارين أو بالقواعد النظرية؟ كله تمام، ممتاز. طيب هلا بننتقل للفصل الخامس اللي هو توابع اللوغاريتمية والأسرية المقرر تبعكم يعني.
كمان دائما بذكر انه مشروح بالتفصيل بالكتاب، كل شيء حكيته انا موجود. في بعض التمارين انا ما ذكرتها بالمحاضره موجوده جوا مشروحها، عليكم تتابعوها وتحلوها. بس بشكل عام 90% من الفصل انا قدمته. حليت معظم التمارين، في بس في بتاع تمرين او تمرينين انا ما تطرقت لهم، متروكين لكم. نهاية الفصل كالعادة في عندنا مجموعة من التمارين المحلولة أو غير المحلولة، لازم تشتغلوا فيها وتحلوها تعلموا عليها. هلا في مجموعة صح وخطأ، حدا عنده مشكلة فيهم؟ حدا قريهم عنده استفسار عن أي وحدة فيهم؟ موجود الجواب ولكن أنتوا لازم تعرفوه. حدا عنده استفسار بأسئلة صح وخطأ؟ كله عملي تمام. طيب بعدين في عندي اسئله متعدده الخيارات، حدا عنده سؤال عن اي سؤال هون؟ حدا عنده اسراء بس المسائل، رح ننتقل للمسائل ولكن نحن المنطق بيقول نمشي بالتسلسل. حدا عنده هون سؤال استفسار كيف طلع الجواب؟ الاجوبه موجوده بالاصفر. حدا عنده سؤال كيف حلنا او زدنا جواب ما؟ قولوا لي بنحله. اي واحد عنده رقم ما عرف يحله او حابين نشتغل فيه انا جاهز. كله تمام؟ لا لحتى تعيد البحث بيطلع معك اسئله. لا مو هذا الاسلوب اللي نحن بدنا اياه. لا نحن قلنا بنحضر ونسال، هذا الاسلوب الصح. بيطلع معك اسئله بيكون راحت المحاضره، ما نبدا بشيء جديد. بدك تضطري تبعتي لي على الايميل تستفسري تجاوبي تكرمي. اما الموضوع الجلسه القادمه عندنا موضوع ثاني، نحن اتفقنا من بدايه الفصل وهي تعليمات الجامعه وانا مع هالفكره. الا نحن تعليم افتراضي، نعيد المحاضره كل مره ما في داعي. شو تحفظ القوانين شو؟ لا هاي القوانين تبع التوابع اللوغاريتميه الروسيه نرجع نقول لك انه موجودين بالفصل الماضي، نرجع نقول لك انه موجودين بالمرحله الثانويه، تكونوا انتم دارسينهم بشكل منيح قبل الجلسه ومحضرين هالتمارين والاسئله قبل الجلسه، هيك نحن متفقين بالجامعه. فانتم بدكم تلتزموا مثل ما تقول الجامعه وتعليمات الجامعه. شو موقف طريقه العرض؟ انا عرضت لك اياها بشكل مختصر. كيف يعني موضي هاي الطريقه؟ يعني لوغاريتم جداء على زين موجود غير انه لوغاريتم الاول زائد لوغاريتم الثاني مثلا؟ رفع القوه للتابع الاسي موجود غير انه جمع رفع القوه هو جداء وجداء القوه هو جمع؟ لا. اذا هذول التمارين على ما يبدو ما حدا عنده اسئله فيهم. كل واحد سؤال عليه اربع خيارات، في خيار صحيح موجود بالاصفر. طيب ننتقل للمسائل اللي مانو محلولين. عندنا مسألة 2-3، شو بتحبوا الحل؟ مين حل أول وحدة طيب؟ مين حل أول وحدة؟ مين عنده سؤال عن هالمسائل؟ شو بتحبوا؟ في اول ثاني ثالث شو بتحب نحل؟ اولى ثاني ثالث ربع بدها ثاني. لا بلا ثاني، ثاني هي وظيفه. فاكرين النسيان انه هاي الوظيفه يا اسراء ويا ربع؟ ثاني هاي وظيفه اولى او ثالث. الحل الاولى بما انه ما حدا عم يختار غير الثانيه، الثانيه يا جماعه هي وظيفه. لا ما انتم ما كنتم عرفانين هلا قريتوا الوظيفه ما كنتم عرفانين شو هي، ولا اغلب مو هيك لانه كله توجه على الثانيه. البركي الاستاذ ما بيعرف انه هاي تبع الوظيفه بحل لنا اياها.
لا هاي تبع الوظيفة، هاي شيلوها مخباية لكم، هاي خلوا فيها بالوظيفة. خلينا نحل الأولى، ريم آيت الأولى، حل الأولى يلا. تجانس الإنتاج في توابع كوب دوغلاس، عندي توابع الإنتاج تتبع نمط كوب دوغلاس، هي كيو حجم الإنتاج، إيه ثابت ضرب كي قوي ألفا ضرب إل قوي بيتا، كي رأس المال وإل هي العمالة. القوة ألفا زائد بيتا هي درجة التجانس، سبق وشرحناها. مطلوب إذا تم تغيير كل من رأس المال والعمالة بمقدار لندا، فما مقدار التغير الإجمالي في حجم الإنتاج كيو؟ يلا كمان شرحناها بالجلسة. إذا هذا تابع الإنتاج، حجم الإنتاج نمط كوب دوغلاس. هلا إذا تغيرت ال L وال K بمقدار لندا، شو بصير بتغير حجم الإنتاج؟ ما في أرقام، لا ما في أرقام يا مجدة. كيف يعني بتغير بنفس المقدار؟ ما فهمت عليك يا مجدة. مقدار لندا يعني قصدك انت تقولي انه هي كيو 2 تساوي لندا ضرب كيو 1، هيك هي ضرب. وين صارت الفا والبيتا؟ ماروندو الفا زائد بيتا، على كل هذا انا شرحته بالنظري. بتغير كيو 2 بمقدار لندا ضرب لندا قوي الفا زائد بيتا كيو 1. يكفي اني اعوض محل الكي لندا كي ومحل ال لندا ال، بحسب كيو 2 فبيطلع معي من خواص التوابع السي انه هي لندا ضرب قوه الفا زائد بيتا ضرب كيو 1. هذه بتغير كيو 2 بالنسبه لكيو 1. اذا مقدار التغير هو لندا قوه الفا زائد بيتا، تمام؟ نفس الموجود والمقرر واللي شرحته اليوم. طلب اثنين، نفرض لدينا تابع انتاج من الشكل كيو هي A قوة، عفوا A ضرب B K قوة الفا زائد واحد ناقص B L قوة الفا، كلها على قوس واحد زائد الفا. عندي هالتابع الانتاج من الشكل هذا، برهن ان هذا التابع متجانس. شو يعني متجانس؟ ويظهر ثبات سلمي من اجل تغير مقداره لندا في كل من كي و ال. اذا عندي تابع الانتاج من الشكل هذا، برهن انه اذا تغير راس المال كي والعماله ال بمقدار لندا فهالتابع متجانس وبيظهر ثبات سلمي. شو يعني متجانس؟ ثبات يعني ما فيها زيادة ولا نقصان، يعني كيو 2 يساوي لكيو 1، هيك أصبح إسراء. هيك قصدك ثبات؟ لا مو هيك، ما هيك حكينا بالجلسة اليوم، لا نكون محضرين ولا انتبهتوا شو حكيت.
ثبات يعني كيو 2 يساوي لندا ضرب كيو 1 هي يعني القوة الفا زائد بيتا بصير 1 هيك نحن تعلمناها. وين صاروا؟ بس حكينا هاي توابع كوب دوغلاس. شو قلنا؟ لازم يكون انت عندي تابع من هالشكل هذا. بصير في عندي تعديل. تعديل بمقدار لندا. تغير بمقدار لندا على الكي والال. فبحصل على تابع جديد، حجم الانتاج جديد. كيو تساوي لندا قوة الفا زائد بيتا بالتابع القديم، يعني كيو 2 تساوي لندا قوة الفا زائد بيتا ضرب كيو 1، هي ضرب. هذا هو. لما القوة الفا زائد بيتا تساوي الواحد هي درجة التجانس اسمها. لما تساوي الواحد معناتها صار عندي ثبات سلمي. اوكي؟ هذا الثبات السلمي يا سيدرا ويا ربع يمكن اللي قالوا لي هلا شوي. هذا ثبات سلمي، مو معناتها كيو 2 يساوي كيو 1، لا، معناتها القوة صارت تبع لندا 1، يعني كيو 2 يساوي لندا كيو 1. إذا ساعات عندي ثبات سلمي معناتها كيو 2 برهن إنه هي تساوي لندا كيو 1، هيك معناتها. يلا تفضل نرجع تمريننا. عملوا لنا عندي هالتابع كيو برهن انه اذا صار في عندي تغير لندا بالكي والال فبحصل على تابع جديد حجم انتاج جديد كيو 2 متجانس ويظهر ثبات سلمي يعني كيو 2 يساوي لندا كيو 1 هذا هي بدي برهنه. يلا فكروا فيها. ماجدة شو عم تقول لماجدة؟ نحط معادلة تساوي ونوصل المساواة، شو بدي أحط أي معادلة تساوي؟ الكيو؟ حطي هاي الكيو. برهن انه التابع متجانس، برهن انه هي هالقوة صارت واحد، يعني برهن انه كيو 2 يساوي لندا كيو 1، شلون؟ يلا غير ماجدة، من عنده أفكار؟ مين عم يشتغل معي؟ إذا ما عم تكتب معك المعادلة قولي لي شلون عم تعملي بس وضحي. نضرب كيو 1 بلندا ليش تضربيها بلندا؟ نحن بنبرهن انه هي كيو 2 ليش ما نضربها بلندا اول شيء؟ بقايا شو طلع معكم؟ بقايا
بايرن نحله نستنى ولا نحلها؟ شو بدكم؟ وين وصلتوا يا جماعة يا شباب ويا صبايا؟ عبد الحكيم عمل لي كيو 2 يساوي لندا كيو 1، ايه من ليش جبتها؟ نحن بنوصل هيك، نحن بنوصل انه كيو 2 يساوي لندا كيو 1، وكتبتها هلا صرت كاتبها ثلاث اربع مرات، نحن بنوصل انه كيو 2 يساوي لندا كيو 1، مش برهنة، برهنة انه هي كيو 2 يساوي لندا كيو 1. مين عم يحل؟ ماجدة جاوبك، هلا بنجاوبك، هنشوف البايرز كمان شو بدهم نطلع معهم، مين عم يحل؟ طارق، محمد، آلاء، ماريو، مروان، ليالي، مايس، ريم، مين؟ رغد، وينكم؟ هديل، هبة، ربا، وين الشعب كله؟ شو ما بتعرف تحله ولا نستنى شوي عم تحله بس بدها وقت؟ ما في ارقام صعبين؟ ناس صعبة، ناس ما عم تعرف تحل. مسألة بسيطة بس انتم ما كنتم محضرين او ما انتبهتوا. ما جرب ما زبطت معه. اوكي، اذا اول شيء انا عندي هالتاريخ من برا انه متجانس يظهر ثبات سلمي، يعني اللي انا بدي اوصله هلا لازم كلياتنا نعرف انه لازم اوصل للنتيجة انه كيو 2 تساوي لندا كيو واحد، هذه هي لازم انا اوصلها لانه متجانس ويظهر ثبات سلمي، لازم نوصل لهون لحتى اذا وصلنا لهون بيكون متجانس ويظهر ثبات سلمي. طيب نحن راح ننطلق من المعادله الثانيه، هاي كيو واحد اللي موجوده معنا، خذوا لوغاريتم الطرفين شو بصير؟ لوج كيو واحد شو يساوي؟ لوغاريتم هذا شو يساوي؟ واحد على الفا، هاي القوة، ضرب لوغاريتم هذا اللي هي لوج ايه زائد شو؟ زائد لوغاريتم كل هاد، سموا لي هاد للاختصار لانه ما راح احسن يكتبوا كله. اذا كيو واحد معطى بهالشكل، إذا أخذنا لوغاريتمات الطرفين لوغاريتم كيو واحد يساوي هاي القوة، شو بتصير حسب خواص لوغاريتمات؟ واحد على ألفا ضرب لوغاريتم هذا اللي هي لوغاريتم A زائد لوغاريتم الثاني هالحد كله هذا إكس. طيب هلا شو أقول أنا؟ غيرت لندا بكل كي وال، طيب عوضوا محل كل كي وال لندا، لندا كي. إذا محل كل ال حطوا لندا ال،
محل كل كي حطه لندا كي. فشو بصير كيو 2؟ اي ضرب بي، وهون لندا قوة الفا ضرب كي قوة الفا، لانه هلا راي هي محل الكي حطينا لندا كي، ناقص زائد واحد ناقص بي القوة الفا اللي هي لندا قوة الفا كمان ضرب القوة الفا كلها قوة واحدة على الفا. إذا هون كيو 2 حل عن السؤال هي نفسها كيو 1 بس عوضت محل كل كي لندا كي ومحل كل ال لندا ال. هلا إذا أخذنا لوغاريتمات الكيو 2 لوغاريتم الطرفين للمعادلة هاي بيطلع معي لوغاريتم الكيو 2 شو يساوي؟ واحد على ألفا كمان نفس الشيء لوغاريتم الاي هون شو مشترك بين هون وهون؟ لندا الفا، يعني هون اي لندا قوة الفا ضرب هذا اللي هي بتصير ساعة باخذ لوغاريتمات بينزل واحد على الفا لهون ضل لوغاريتم الاي زائد لوغاريتم جداء لوغاريتم الجداء يساوي مجموع اللوغاريتمات لوغاريتم الاي زائد لوغاريتم لندا قوة الفا، لانه هاي وهاي مشتركين طلعوا لبرا صارت مثل اي ضرب لندا قوة الفا لوغاريتم الاول زائد لوغاريتم الثاني زائد لوغاريتم الاكس الفوقانية نفسها لوغاريتم الاكس هاي. واضح؟ نسينا شي حد؟ يفترض لا. إذا عم نعيد مشان ما نتأكد إذا نسينا ولا لا. الكيو واحد انتهينا منه، خدنا لوغاريتماتها طلع معي واحد على ألفا ضرب لوغاريتم الـ A ضرب زائد لوغاريتم هاي، ليش؟ لأنه لوغاريتم الجداء يساوي مجموع من اللوغاريتمات. كيو 2 قلت هي A ضرب B، بس عم تأكد أنا. الـ K هي لندا K زائد واحد ناقص B بالـ L هي لندا L. طيب، أخذت لوغاريتمات الطرفين. هي واحد على ألفا بتنزل لوغاريتم الـ A هي زائد هون طلعت اللندا قوي الفا ولندا قوي الفا لبرا صارت مثل الاي، فلوغاريتم الاي زائد لوغاريتم لندا قوي الفا زائد لوغاريتم الجواني اللي هو الاكس كل هاي. طيب هلا اذا طرحناهم من بعضهم لوغاريتم الثاني نعرف لوغاريتم الواحد. ليش انا خطر على بالي اطرحهم؟ لانه في حدود مشتركه دغري بيروحوا. لوغاريتم كيو 2 ناقص لوغاريتم كيو 1 ناقص لوغاريتم كيو 1 يساوي هذا ناقص هذا، شو بيطلع؟ 1 على الفا بتضل هون لانه مشتركين. لوغاريتم اكس ولوغاريتم اي بيروحوا مع بعضهم، ضل جوا شو؟ لوغاريتم لندا قوة الفا. إذا طرحتهم كيو لوغاريتم كيو 2 ناقص لوغاريتم كيو 1 بيطلع 1 على الفا هذا مشترك. جواني لوغاريتم اي ناقص لوغاريتم اي بيصيروا. لوغاريتم الاكس ناقص لوغاريتم الاكس بيصيروا وضل لوغاريتم لندا قوة الفا. طيب شو خواص اللوغاريتمات تبع هاي؟ لوغاريتم لندا قوة الفا هي لندا عفوا الفا ضرب لوغاريتم لندا. هاي ساعة نحن بننزلها لتحت بصير الفا ضرب هاي واحد صارت لوغاريتم لندا. ليش؟ لأنه لوغاريتم لندا قوة الفا هي الفا ضرب لوغاريتم لندا. الفا على الفا واحد ضل لوغاريتم لندا. صار عندي فرقهم يساوي لوغاريتم لندا. راح امحيهم وكفي. في سؤال على هدول؟ خلطة، لوغاريتم كيو 2 ناقص لوغاريتم كيو 1
يساوي لوغاريتم اللمدة، يعني اللوغاريتم القسمي يساوي لمدة، يعني صار لوغاريتم كيو 2 على كيو 1 بدون ما نحيه يساوي لوغاريتم لندا. ليش؟ لأن لوغاريتم ناقص لوغاريتم هي لوغاريتم القسمي يساوي لوغاريتم الطرف الثاني، فأصبح كيو 2 على كيو 1 يساوي لندا، فالكيو 2 يساوي لندا كيو 1. هذه هي الصورة. إذا لوغاريتم ناقص لوغاريتم هو لوغاريتم القسمي يساوي لوغاريتم لندا، فأصبح كيو 2 على كيو 1 يساوي لندا، فكيو 2 يساوي لندا ضرب كيو 1، وهي حسب تعريف التجانس هاي معناتها تابع متجانس ويظهر ثبات كل لندا. هذا هو المطلوب. أي سؤال أو استفسار؟ واضحين؟ في سؤال؟ هذا الحل كله. في سؤال؟ في شيء مو واضح؟ كله عامل لي تمام. طيب امحي. حلو. إذا هذا السؤال الأول، السؤال الثاني مثل ما قلنا وظيفي، والثالث هو سهل. ليش؟ لأنه المحلول نفسه هلا حكيناه بالمحاضرة. عندي تابع القيمة التراكمية واي للاستثمار هي تابع من شكل سي. لما لك الصفر عندي الواي 100 مليون، شو الاي؟ فورا بيطلع اي، عوض الواي 100 والاكس صفر بيطلع الاي. مثل اللي حليته بيطلع الاي 100 كمان. طيب تقدير المدة اكس التي تحتاجها الشركة مضاعفة القيمة التراكمية اعتبارا من الآن. شو يعني مضاعفة القيمة التراكمية؟ يعني الواي تصير 200، كانت 100 من الآن، ما هي الآن هلا هي مليون. طيب بدي بعد كم سنة تتضاعف وتصير 200؟ عوض الواي 200 والاي محسوبة هي هون 100، تطلع معي الاكس. احسبوها تطلع مثلا بظن بعد 7 سنوات. حلوة بيطلع معكم. هاي الفكرة نفسها الموجودة. طيب في سؤال ثاني؟ في شيء مو واضح محاضرة اليوم؟ كله تمام. نوقف هون. يعطيكم العافية، انتهت جلستنا لليوم السابعة من مقرر جي ام اي 403. حكينا اليوم عن توابع اللوغاريتمية والإكسية، وشفنا تطبيقات النمو الاقتصادي باستخدام التوابع اللوغاريتمية والإكسية وقواعده وخصائصه. شكرا لكم ويعطيكم العافية.